السلام عليكم مشاهدي الكرام. مازال الجمهور الرياضي سواء في المغرب او في الجزائر كيتسائل واش فريق نهضه بركان غادي يلعب المقابلات القاريه ديالو بالتوني ديالو وكيحمل الخريطه ديال المغرب كامله بصحرائه المغربيه. الجواب باختصار نعم نعم نعم، وهادشي في قص الجزائريين. الفيلم كيفاش داير؟ الى لاحظتم مؤخرا في الادوار التمهيديه الناس كان كيتسناو التوني اللي غيدخل به الفريق ديال نهضة بركان في هذه المنافسات القارية الرسمية، ولاحظوا الناس بأنه الفريق ديال بركان كيحمل القميص ما فيش الخارطة ديال المغرب كاملة. وطبعا هنا الكراغيلة والهيشر أبداو يهضروا وبداو يحلوا في فمهم وكل واحد شنو قال، وفعلا المغاربة يعني حاروا قالوا كيفاش واش الجزائر غلبات، لان الجزائريين بداو كيتكلموا كيقول لك اودي ها هي نهضه بركان ما دارتش القميص فيه الخريطه اللي كيقولوها عليها هي الوهميه وهي الخريطه الحقيقيه ديال المغرب. يقول لك ها هما نظرا هادشي جا نتيجه ديال الضغوط اللي مارستها الجزائر على الكاف وعلى المؤسسات الرياضيه وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، وما غاديش المغرب يقدر يهضر او ما قدرش يحط الخريطه ديالو في اقمصها. اليوم نهضه بركان لعب شارك في كومبيتيسيون افريكان تاع لي كلوب وغابت الخريطه الوهميه. لماذا غابت الخريطه الوهميه؟ لانه هناك ضغط جزائري على مستوى الكاف وعلى مستوى طاس لوزان، بدليل انه اليوم الاتحاد الجزائري يشارك في كاس الكاف، ولو اون سيدي وخلينا المنطق المغربي هو اللي يفرض نفسه على مستوى الكاف لكان الاتحاد الجزائري اليوم خارج المسابقه، لانه طالما انه الكاف اعتبرت انه الاتحاد الجزائري منسحب من المنافسه كان عليه تعاقبه بالايقاف لسنتين وتحرمه من المشاركه لسنتين في المنافسه القاريه. الاتحاد الجزائري يشارك وبالتالي هذا نقول نفس المكسب ولكن مؤشر ايجابي. نهضه بركان ما لعبش بالخريطه لانه هناك ضغوطات كبيره على مستوى الكاف، حتى وسند الكاف اليوم هناك تذمر من طرف من الجانب المغربي اللي يراسه لقجع بيان سور اللوبينغ اللي داروا، وانه قاد الكاف الى معركه خسرانه كما يقولوا المصريين عليه، انه الناس كلها تستنى رد طاس تاع لوزان اللي مستبعد جدا انها تفتح بلاش وتخلي اليوم كاد جيريس بريدونس انه الناس تعتدي على اراضي غير اراضيها. ولكن هذا كان ذكاء ودهاء من فريق النهضة البركانية، لأنه كان اختياره هذاك، عنده اختيار واش يلبسها ما يلبسهاش واش يقدمها ما يقدمهاش. لكن نهضة بركان دائما مخلص للثوابت ومخلص للخريطة المغربية اللي كترصع القميص ديال نهضة بركان. قدم الملف ديالو كما قدمها من قبل، وقدم قميص كما كان من قبل فيه خريطة المغرب كاملة بصحرائه المغربية، المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، إضافة إلى الإشهار اللي كنعرفوه كلنا. فتقدم والكاف صدقت عليه كما صدقت المرة اللي دازت، وتلك كانت صدمة كبيرة 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 جدا. وخصنا نعرفوا بأنه نهضة بركان علنات على القميص ديالها بالخريطة المغربية كاملة يوم القرعة، وفي ذاك يوم القرعة تصادف مع الحكم اللي صدرته الكاف في حق اتحاد العاصمة الجزائر اللي حكمت عليه $40,000 كغرامة على انه ما لعبش المقابلة ديالو مع نهضة بركان، بمعنى انه تهرب من المواجهة. وهذا الحكم هو شافوه المتتبعين على انه حكم لطيف فعلا، انه الفريق اعتبر انه خاسر بثلاث اهداف لصفر سواء في الاياب في الذهاب او الاياب، ولكن الناس كانوا كينتظروا انها عقوبه توقيف لان العقوبه ممكن توصل سنتين. وهذا الحكم شافوه الناس على انه كان اللي يقول لك مجامله للفريق الجزائري، كان اللي يقول لك انه دخلت الجزائر بكذا وكذا وكذا من اجل التخفيف، كان يقول لك هذه غير قرصه الودن باش الجزائر ترد البال، كاين اللي كيقول كذا كذا كذا. المهم كاين حكم حنا غادي نجيو ليه. اليوم نهضه بركان ان شاء الله غتلعب المنافسات ديال الادوار ديال المجموعات بقميصها المعهود المرصع بالخريطه المغربيه كامله بالصحراء المغربيه. والقرعه ما طيحتناش مع الفرق الجزائريه الا اذا كنا غادي نطيحوا معاهم في الربع
والنهائي. فهنا كيتبت فريق نهضة البركان على أنه كان على صواب، والكاف من صدقت على هذا القميص كتبين بأنه أن القانون أنه طبق القانون، والقانون دائما إلى جانب فريق نهضة البركان، لأن الخليط اللي كيوقع ولا الخلط اللي كيوقع عند الكراغلة، وهذه المسألة بغينا نفهموها لهم من خلالهم كنفهموها للجمهور الرياضي، ونفهموها كذلك للجمهور الرياضي المغربي اللي كيوقع عنده اللبس، على أنه في المنافسات الرياضية اللي كتصر عليها الفيفا مثلا ديال كأس العالم، غير مسموح لأي فريق أنه يوضع الخارطة ديالو. ولكن بالنسبة للمنافسات القارية حسب المادة الثانية، ما نشوفوش غير المادة العاشرة، حسب المادة الثامنة الثانية عفوا، فهاد المقابلات اللي كتصر عليها الاتحادات القارية مثلا الكاف، فممكن أن الفريق يوضع الخريطة دياله. ما فيها لا هدي ولا هدي ولا هدي. المشكل أنه هاد الناس هاد الكراغيلة كيغلطوا راسهم وكيغلطوا الجمهور، كما غلطوا هذه شحال في المقابلة ديال الكاميرون في كأس العالم، كيقول لك غادي تعاود، ومازال حتى الساعة كشوحدي فيهم كيتسناو أن ديك المقابلة تعاود. يعني كيعمروهم بالخرطي، راه وقتاش يمكن أنه الدولة المضيفة أنها يمكن تعترض على القميص، تعترض عليه في إشهار لما يتعلق بإشهار كيمس بالثوابت ديالها أو بالتشريع ديالها، هنا عندها الحق. مثلا إحنا في المغرب جينا شي فرقة ودير فيها الإشهار مثلا ديال النبيذ أو ديال الخمر أو شي حاجة بحال هكا، أو تبدا الدخان مثلا، أو مثلا شي حاجة نقولوا مثلا شي حاجة ديال المثلية مثلا اللي كتضرب التوابيت ديالنا كتضرب القوانين ديالنا والتشريع ديالنا، مايمكنش نقبلوها كنرفضو هاد الحالة الوحيدة. المشكل أنه الجزائريين أو الكراغلة كيخلطوا الأمور وكيشدوا شي بشي وكيقول لك أنه الرموز السياسية أو هادي هادشي غلط، ودابا الآن نتمناو أنهم يستافدوا من الغلط ويفهموا مزيان. فلنفرض أنه في الربع أو في النهاية أو في نصف النهاية تلقى فريق نهضة البركان إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي يتأهل، يتأهل للربع وكذلك نصف النهائي، إذا تلقى مع شي فريق جزائري وجا باش يلعب مع فريق جزائري وجا للجزائر باش يلعب، هل السلطات الجزائرية غادي تقوم بنفس الشيء؟ إذا قامت بنفس الشيء وقامت الجمارك بنفس الشيء فذلك اعتداء، وعند ذلك الساعة غادي يطبقوا أحكام أخرى. كي غادي يديروا؟ هذا هو السؤال، كي غادي يديروا؟ كيفاش دابا؟ وحتى الهضره كيفاش دابا غادي يهضروا؟ اش غادي يقولوا دروك؟ راه مازال ما سمعتوش كيحلوا الفم، راه مازال. اذا دابا الجزائر شنو غادي دير في ديك الساعه؟ واش غترفض؟ اذا رفضت راه انهزام ديال الفريق وعقوبات اخرى، لانه الحكم كما قلت غنرجع ليه، ذاك الحكم اللي دارته الكاف في حق اتحاد العاصمه وقالت اودي راه 40,000 دولار وشافوه الناس خفيف. المهم انه حكم ضد الفريق الجزائري وانتصار للفريق المغربي، بمعنى انه عندنا دابا سابقه قانونيه وقضائيه، فممكن تكررت من نفس الفريق يعني من نفس البلد وتكون عندها تبعات كبيره. وكذلك تبين بانه هذا قانون خصو يحترم، وكنعرفوا بانه اتحاد العاصمه كان قدم طعن محكمة الطاس، محكمة الطاس حتى الساعة ما جاوباتش، بمعنى ما كاين والو. ونفس الشيء اليوم، مادام أنه نهضة البركان قدمت القميص ديالها والكاف اعترفت فيه بأنه راه حنا غادي عفوا بأن هذاك القميص راه لي نورم كما كنقولوا الفرنسية، راه كيستجب للمقاييس وكيستجب ويتماشى مع القوانين. إذا السؤال دابا كيفاش هاد الكراغيلة هاد الناس كيفاش غادي يديروا يتعاملوا مع هذا الموضوع؟ هل في حالة أنه نهضة البركان جات باش تلعب مع فريق جزائري سواء في الربع النهائي، كيفاش غادي يكون التصرف؟ بمعنى أنه من الآن كي نشوفوا الفريق ديال بركان غادي يلعب مع فريق جزائري، وفريق ديال بركان غادي يجيب الخريطة، نعرفوا بأنه الفريق ديال بركان غادي ينتصر إن شاء الله الرحمن الرحيم. والمزيد من التوضيح باش هاد الكراغيلة يفهموا ويفهموا عاوتاني بعض الهشر اللي تابعينهم، هو في القرعه طيحت نهضة البركان مع
فريق من جنوب افريقيا وغادي يمشي نهضره بركان لجنوب افريقيا بالقميص ديالو المرصع بالخريطه المغربيه كامله بما فيها الصحراء المغربيه، ولكن عرفوا جنوب افريقيا الموقف ديالو من قضيه الصحراء المغربيه وتواطؤه مع الجزائر، فجنوب افريقيا ما غاديش تمتنع نهائيا، وهذا الدرس غادي يكون للجزائريين، لانه جنوب افريقيا كتعرف ما لها وما عليها، وما يمكنش دير هذه الحماقه، ما يمكنش دير هذا الخطا نهائيا لانه سيحسب عليها. وبالتالي من الان نعلن على انهزام الجزائريين والكراغله في هذه المواجهه اللي كانت مع نهضه بركان. فمن جهه خسروا المقابلتين بجوج، والعقوبه ديال 40,000 دولار واخا راهم قدموا طعن غادي تحكم عليهم، ثانيا طاحوا في واحد الموقف لا يحسدون عليه، لانه نهضه بركان انتصرت والان قدمت القميص الكاف صدقت عليها، والطاس ما صدرش الحكم نهائيا، وراه فيه اشاره كبيره لهذه الامور هذه. اذا ما انتم فاعلون يا كراغله؟ فليفرح من يفرح، وليقرح من يقرح، وليندب من يندب. وغادي نسمعوا دابا شنو غادي يقولوا في الاستوديوهات ديال التحليل، ومن الان راني كنسمع العويل، كنسمع الانين، وكنسمع الصراخ، لان راه مغيح لنا هنايا جاعنا لما غادي يدوب غير البرد. شكرا تمامكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.